وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم الايام بكل خير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله انا بوريكم كده روتيني في تنظيف الشقه. انا هنا غسله السجاد زي ما انتم شايفين كده، وبدأ بالبلكونه خلصتها، وهنا خلاص بدأت دخلت على الغرفه. هنا يا حبايبي بوريكم فكره انا عاملاها حلوه جدا في ظهر الدولاب وانا بنضفه. هقول لكم على فكرة حلوة جدا جدا، هتعجبكم قوي، نفعت معايا قوي، فحبيت اقول لكم عليها. انا هنا حبايبي في ظهر الدولاب حاطة الاكياس اللي هي بتاعة التخزين. فالفكرة اللي هقول لكم عليها حبايبي، المشمع اللاصق دوت ممتاز بجد، انا حاطاه من اول الشتاء فوق ظهر الدولاب، وجيت اطلع عشان انضف فوق ظهر الدولاب، اتفاجئت ان فعلا حمى فوق ظهر الدولاب وما جمعش تراب ولا بهدل لي فوق ظهر الدولاب خالص، ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده جميل جدا جدا، وحاجة خفيفة كده من التراب على الاطراف بتاعة الدولاب، على الجوانب الدولاب يعني لا تذكر، تراب لا يذكر يعني. هنا حبايبي الشنط الاكياس اللي هي بتاعة التخزين دي، او الشنط بتاعة التخزين، حطيت فيها الكوفرتات بتاعة الاطفال، وحطيت فيها الدفايات وقفلتها، وهبتدي بقى انضف زي ما انتم شايفين كده حبايبي ظهر الدولاب عشان قبل ما احط الشنط يعني. وهنا بزعف السقف والحوائط اللي حوالين الدولاب من فوق زي ما انتم شايفين كده حبايبي، بزعفها بالفرشة الناعمة دي، عشان طبعا لازم تكون فرشة ناعمة عشان ما تجرحش الحوائط ولا تجرح اي حاجة انت هتستخدميها. هي بصراحة الفرشة دي انا نضفت بيها كل حاجة، كل حاجة لا تتخيليها. هنا حبايبي انا بمسح المشمع كده من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده، بلمعه من التراب اللي كان موجود عليه، طبعا زي ما قلت لكم كانت يعني حاجة بسيطة جدا من التراب الخفيف، التراب الناعمة الخفيفة دي، تمام. فهنا حبايبي انا هعمل بقى جزء جزء كده، وهنقل الشنط في الجزء اللي انا نظفته زي ما انتم شايفين كده. بصراحة هي فكرة حلوة قوي، وطبعا انا حبيت اقول لكم عليها عشان برضو تعملوها. وهبتدي بقى اخد البطانية المتخزنة دي، وهحاول ان انا انضف تحتيها وانقل كل حاجة في الجزء اللي انا نظفته، هنقل كل حاجة فيه. انا طبعا مش حاطة حاجات كتير فوق ظهر الدولاب، مش بحب يعني املاه او اخزنه حاجات كتير عشان طبعا غلط وكده وما يجمعش كمان تراب. فهنا بزعف اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الحوائط اللي هي فوق ظهر الدولاب كلها، والسقف بتاع اللي هي برضو فوق ظهر الدولاب. وبعد كده هحط كل حاجة مكانها وارصها بعد ما انضف ظهر الدولاب، وهغطيها كمان بمشمع عشان يبقى في مشمع فوق ومشمع تحت كمان. هنا دخلت على الادراج بتاع السراحة، حطيت المنظم كل حاجة، الحاجات الخاصة يعني في المنظمات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده ما ينفعش افتحها، وعملت برضو درج بنتي. وهنا حطيت كل حاجة، الاجندات وكل حاجة خاصة في الادراج بتاع السراحة. هنا حبايبي معايا البوكسات دي انا حاطة فيها، عاملاها كده فكرة حلوة جدا ما شاء الله، نفعت معايا ولمت لي كل حاجة على السراحة في بوكسين زي ما انتم شايفين كده، والمنظمات اللي فيها اقلام الاي شادو كده، وطبعا منظم الاكسسوارز برضو زي ما انتم شايفين كده، شلت كل حاجه غسلتها وحطيت، شلت كل حاجه من على السراحه، وهبتدي بقى المع السراحه زي ما انتم شايفين كده بالجلانس، حطه في المساحه دي، مساحه الزجاج دي جميله جدا. وبعد كده بتمسحي بيها، وبعد كده بتلمعي بالفرشه الميكروفايبر اللي انا بستخدمها في كل حاجه دي، طبعا انا عرفتكم عليها قبل كده، جميله جدا الفرشه الميكروفايبر دي. ومعايا كمان الجوانتي الجميل السحري دوت، بيلمع وبينظف وبيشيل كمان التراب او اي عفره او اي حاجه بتبقى في الاعماق او في الجوانب بتاعه الخشب يعني زي ما انتم شايفين كده حبايبي. انا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ببدا بالادراج وبالدولاب والدواليب يعني دولف الدواليب كلها، هوريكم طبعا، هديكم برضو فكره دلوقتي وانا بنضف دلفة الدولاب، انا كنت نظفتها بس يعني هديكم فكره عن تنظيف الدولاب دلوقتي في طريقتي. هنا حبيبي انا كنت طبعا عملت شيش البلكونه من بره، وعملت طبعا السلك قبل ما ابتدي في الاوضه من جوه، بس بلمع بقى الخشب بتاع البلكونه من جوه زي ما انتم شايفين كده قبل ما ابتدي بقى ادخل في تنظيف الاوضه قوي.
بلمع الخشب بتاعها كده حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، والازاز طبعا عملته بالجلانس وبالفوطة، وهنا شديت السراحة حبايبي وبنضف بقى وراها وبزعف وراها كده، وظهرها من ورا بزعفه بالفرشة. وطبعا بعد ما هخلص هنضفه بالشرشوبة، همسحه بالشرشوبة بالخلطة بتاعة الديتول والخل وكده. وهنا بقى تحت السرير حاجات بسيطة كده شلتها، وكمان شدينا السرير وبننضف وراه كده، وبنزعف ظهر السرير ورجعنا السرير تاني مكانه برضو. بنعمل بقى بالمكنسة التراب اللي هو تحت السرير، يعني هو ما كانش فيه تراب كتير زي ما قلت لكم. الحاجة لما بتكوني كل فترة كده بتعمليها بتكون خفيفة عليكي. وهنا بمسح بقى بالخلطة بتاعتي بالشرشوبة زي ما انتم شايفين كده، ورجعت نظمت السراحة وحطيت كل حاجة عليها زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنا بقى هديكوا فكرة عن ضلفة الدولاب اللي بنضفها. انا هنا هشيل المشمع طبعا، هنضفه وهعقمه، هشيله كده الاول، همسحه من التراب، وبعد كده هوريكم انا بنضفه ازاي. معايا هنا الازازه دي حاطه فيها المنظف والمعطر اللي جايباه من ماي واي، هوريهولكوا دلوقتي. بمسح كده الاول بالفرشه دي من التراب، هو طبعا ما كانش فيه تراب كتير يعني، خصوصا ان دي غرف او دولاب في الملابس بتاعتنا او الفوط او المفروشات يعني، فلازم تكون كل شهر كده تنضفيها وتعطريها، فما كانش فيه تراب كتير يعني. فهنا حبيبي بعد ما خلصت فرشت المفرش وهو يعني نضفته من التراب، وبرده نضفت الضلفة، وبالمعطر المعطر الجميل دوت رشيت كده على المفرش مني، عطرت الضلفة وكمان عطرت المفرش عشان هرص عليه الفوط وكده. تمام، هنا نشفته اهو يا حبيبي عشان ميبقاش فيه بلل لما احط الفوط. وكانت ريحة الضلفة جميلة جدا جدا، ما اقولكوش على ريحتها، جربوا اللي هوريكم دلوقتي الازازة بتاعت المعطر اللي هي دي حلم السعادة، جايباها من ماي واي، جميلة جدا جدا. بستخدم الاسود، الازازة السودة ديت، وفي منها كمان الازرق، بس الازرق جايلي هدية ولسه ما استخدمتهاش، استخدمت اللي هو دوت حلم السعادة ده. انا بوريها لكم اهو عشان لو عايزين تجيبوها، هي معطر ومعقم منزلي ما شاء الله جميل جدا، وبحط منه في الازازة ديت وبخففه بمية، وبيكون جميل جدا وبيعطر معايا الدولاب زي ما انتم شايفين كده، كل الدولف وكل الادراج عطرت بيها. هنا بقى جينا على غرفة الليفنج، ابني ربنا يبارك فيه كان بيشيل الستارة، وشلنا بقى التكيات والكلام ده كله حطيناه في البلكونة يتشمس وكده. وبشيل بقى كده حبايبي المفارش، طبعا الفيديو ده ما عملناهوش كله في يوم واحد، انا جمعت لكم، هو كان كل غرفة على يوم، بس جمعت لكم فيديو واحد عشان اديكم بس افكار بسيطة من الحاجات اللي انا عملتها في التنظيف وسهلت عليا التنظيف وكده. اهو يا حبايبي انا هنا ببدأ في كل غرفة، ببدأ بالشباك او البلكونة الاول. هنا عملت بعمل الشباك الالوميتال اهو، ببتدي انضف السلك بتاعه زي ما انتم شايفين كده حبايبي، وبرده همسح الازاز بتاعه بالمساحة بالجلانس والمساحة ديت. وبعد كده هلمع من بره، طبعا الشباك عندي في جزء في البلكونة، البلكونة كبيرة وما شاء الله واخده جزء من يعني الشباك باصص على البلكونه زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هبتدي بقى اهو بالجواندي دوت، وببتدي المع الازاز من جوه، وبرده هنعمله من بره وزي ما انتم شايفين كده. وهنا كان في برده معايا بينضفوا الجزء من الركنه يعني، وبنزعف ظهر الركنه زي ما انتم شايفين كده، طلعناها قدام وبنزعف الظهر بتاعها والجوانب بتاعتها. وهنا حبيبي طلعت بقى بالفرشة الناعمة، لازم تكون فرشة ناعمة عشان ما تجرح لكيش الخشب بتاع البرقع، ولا تشد لك فتلة من البرقع بتاعك وتبهدلك البرقع، بالفرشة الناعمة دي يا حبيبي. وبعمل البرقع الخشب بتاعه وتحت البرقع وكل حاجة، وعملت بيها بصراحة نفعت معايا كتير جدا في التنظيفات ما شاء الله، سهلت عليا كتير، وفيها طول طبعا تقدري تطوليها وتقصريها زي ما انت عايزه. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، كل واحد كان بيعمل حاجه زي ما قلت لكم، كلهم ربنا يبارك فيهم كانوا بيساعدوني، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فيا حبايبي هنا
لما طبعا بنحط ايدينا في ايدين بعض وبنساعد بعض بنسهل الامور يعني على بعضنا. زمان شايفين كده حبايبي، بننظف بقى زي ما قلت لكم ورا الركنه، وهنا بنضف بقى الجزء اللي تحت في البرقع زي ما انتم شايفين كده حبايبي. وطبعا هشيل البرقع من الفرنشة بتاعته، هنشوف دلوقتي وانا بشيل عشان انضف الجزء اللي تحت ده كله اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده سهلت عليا الفرشة بصراحة، وزي ما قلت لكم لازم تكون فرشة ناعمة. المعلومات دي للبنات حبايبي اللي هم بينضفوا شققهم دلوقتي، العرايس الجديدة بقول لكم على افكار عشان تعملوها تسهل عليكم. وهنا طبعا زوجي غفلته كده وصورته وهو كان بينظف الجزء اللي هو ورا كنبة الركنة، وكان كنا بنمسحه بقى وكنا بنرجع كل حاجة مكانها. هنا هعمل معاكم الخلطة اللي هغسل بيها البرقع وهو مكانه، معايا الفرشة الجميلة الخطيرة دي جايباها مخصوص عشان اغسل بيها البراقع بتاع الشقة، ومعايا المعقم اللي انا والمعطر اللي وريته لكم. إيه لو ما عندكيش المعطر دوت اللي جايباه من ماي واي، حطي بالفيتا. الفلفيتا ده زي الدوني بالظبط، ريحته جميله جدا جدا. ومعايا كلوركس الوان، ومعايا هنا مقدار من الميه، هحط بقى كلوركس الوان يا حبايبي مع المعطر اهو زي ما انتم شايفين كده. وحطيت جزء برضو بسيط غطايه كده من الكلوركس الالوان، واقلب الخليط كله مع بعضيه بالفرشه دي وهنضف البرقع. بصراحة خلطة رائعة جدا، عطرت لي البرقع وكمان الكلوروكس الالوان، نظف ساعدت كلوروكس الالوان في التنظيف. البرقع كان بيلمع وكان ما شاء الله ريحته جميلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هو اصلا الخامة بتاعت البرقع الحمد لله بفضل الله ما بتشيلش اصلا تراب كتير، يعني يدوب بس كده تطويق زي ما انتم شايفين كده. بس انا بصراحة غسلته جامد يعني، فضلت اعمل فيه شوية، انا بس اديتكم فكرة وسرعت الفيديو، لكن انا اصلا ما صورتش بقى الجزء وانا بنضفه كله، جبت من فوق لتحتيه، انا بس اديتكم فكرة. وطبعا جبت من ورا يعني من البرقع من وراه عملته برضو، غسلته كويس جدا. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي اديت فكرة للبنات عشان البرائع طبعا المتثبتة ما بتتشالش من مكانها، فدي فكرة برضو حلوة جدا. لو عندك البرائع الاجنحة بتاعت البرقع متثبتة تقدري تغسليه وهو مكانه وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، احنا طبعا ليه الهدف من التصوير الفيديوهات واحنا بننظف، احنا طبعا مش غاويين ان احنا نطلع بيوتنا على السوشيال ميديا، ولكن انا وبقية اليوتيوبرز زميلاتي بنديكم افكار، كل واحدة فينا بتقول فكرة بنستفيد من بعضينا. دخلت برضو هنا حبايبي على البرقع بتاع غرفة النوم، مع ان انا لسه شايلاه من شهر وغسلته، بس قلت مش مستاهلة ان انا اغسله اشيله واغسله تاني، انا قلت هغسله هو مكانه كده. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي بنفس الخلطة غسلت البرقع دوت، ما شاء الله برضو نضيف جدا جدا، والحمد لله بفضل الله الخامات بتاعت البراقع ما بتشيلش عندي تراب كتير زي ما انتم شايفين كده. اذا عجبكم الفيديو يا حبايبي يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة. هنا حبايبي عملت نفس الخلطة بس طبعا غيرت المية وعملت خلطة جديدة، وبالفرشة بالفرشة الجميلة دي طبعا دي انا مخصصاها لغسيل الحوائط بس، عملت الغرفة بتاعة الليفنج طبعا انا عندي معظمها فيها اللي هو ورق حائط، وبعمل هنا غرفة النوم. يا ريت يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو، اشوفكم على خير.